كنا بنتكلم يا كابتن على التحكيم، وكنت بقول لحضرتك بكره ان شاء الله في اجتماع اتحاد الكوره مع الانديه علشان يناقشوا بقى مشاكل الفار. الكثير من الانديه المصريه بتعاني منها، مش هقول النادي الاهلي بس، كذا نادي كبير شايف ان هو متضرر من الاخطاء التحكيميه وخصوصا الفار اللي بتحصل في مبارياته. ما دام في اجماع كده او في كذا نادي بيطالب بده، يبقى اكيد في مشكله حقيقيه. ويمكن كنت بتكلم انا وحضرتك انه شفنا كذا كوره بتبقى صريحه وواضحه وبنلاقي ظلم تحكيمي واضح بيأثر على كل الأندية، وإحنا يهمنا النادي الأهلي. أنا لما يضيع مني نقطة واحدة بس بظلم، نقطة واحدة، واللي ضايع أكتر من كده أكيد أكيد لازم يعني أتضايق وأحس بالظلم. هو مفيش شك، هو يعني الفار، فكرة الفار هي فكرة جيدة، أكيد هتساعد كتير في نقاط ممكن يبقى الحكم ما عندوش ثقة فيها، زاوية رؤيته. أحيانا بتبقى الهجمة بتمشي بشكل سريع، بيبقى هو برضه بعيد عن الهجمة مش هيقدر يتابعها، فبرضه القرار قد يكون فيه صعوبة. هي معمولة عشان في النهاية الحق يسود بشكل كبير، يعني إن لو في بطولات يعني. طب حضرتك شايف إن الحق بيسود؟ هي المشكلة أنا شايفها في نقطتين، يعني ممكن اتكلم فيه. النقطة الأولى، أنا إحساسي إن الحكام يعني التركيز قل شوية عندهم، إن هو يكون حريص يتابع أسرع الكورة، يكون قريب منها خصوصا في المناطق القريبة من مرمى الفريق اللي بيدافع، لأن خطأ ممكن يعمل ضربة جزاء يدي فرصة لفرقة تكسب أو تتظلم الفرقة دي إن ضاع منها ضربة جزاء. يعني إحساسي إن الحكم قد يكون في مش تراخي شوية، عدم تركيز، يقول لك هي لو فيها شك هيكلموني في الفار واعدها ويشوفوها. ما هو المشكلة بقى ان هو بيشوفها يا كابتن فعلا، وبعدين القرار بيبقى غريب يعني. لا، ما دي النقطة التانية اللي هتكلم فيها. هي النقطة الأولية مهم جدا ينسى هو الفار. أنا يعني أنا نازل بحكم، أنا كأن الفار ده مش موجود واعتمد على نفسي تماما. دي أكيد هتقلل شوية استخدام الفار. تمام. وأكيد هتحسم نقط خلافية بسرعة طالما أنا واقف قريب من الكورة وزاوية الرؤية كويسة وعندي تركيز كويس. النقطة الثانية اللي أنت حضرتك بقى بتقوليها، هل أنا شايف في مشكلة في الفار؟ يعني أحيانا مشكلة بتروح للفار وبرده ما تحسمش، وقد يكون القرار ما يبقاش مظبوط. يعني هل دي محتاجة تدريب شوية؟ هل إحنا ممكن تكون عدد الكاميرات عندنا قليل شوية غير البطولات الكبيرة، فمش عارفين نجيبها من كذا زاوية توضح الكرة دي ممكن. إيه؟ بالظبط، ممكن تبقى 10 10، ممكن يكون المباريات الدولية الكبيرة والمستوى العالمي والدولي في 20 كاميرا، فاكيد في زاويه بتحسم الامر، ممكن نشوف من هنا ومن هنا ونقدر نحدد بالظبط. قد يكون ديت مش مساعده، قد يكون الفكره جديده برضو، تطبيقها محتاج خبرات. انا كحكم لما اقعد كده على الفار ومسؤول على الفار موضوع، او حكم سابق يعني، ده موضوع تاني غير بحكم في الملعب. يعني قصدي برضو دي اعتقد محتاجه خبرات. طب كوره ايمن اشرف اللي كنا بنتكلم عليه، مفيش حاجه، هو اشرف ببساطه جدا عمل جامب ولعب الكوره وهو نازل سند على اللعيب، هي كانت الكوره انتهت، هو اللعيب ما التحمش معاه خالص، بالعكس هو وطل تحت وكان مد ظهره للكوره كمان، يعني مد ظهره للكوره ومد ظهره لايمن اشرف، يعني هو ما التحمش معاه وحصل احتكاك او ايمن اشرف وعمل له كوبري. بالظبط كده، بالظبط. انما هو اشرف بالعكس، اشرف يعني عمل جامب ولعب الكوره حتى وانتهت خلاص، وهو نازل سند عليه كانت الكوره انتهت، فهي هدف 100%، هدف 100% بدون اي يعني بدون تردد يعني. طيب.